رسول الله، لكنه قبل في الحالة وأسلم أمره إلى الله، ولم يتردد كما نتردد، ولم ينقطع كما انقطعنا، ولم يتراجع كما تراجعنا. فأنزل الله قوله: فلما قضى زيد منها وطرا. 100,000 صحابي حجوا مع رسول الله حجة الوداع، ليس فيهم أحد ذكر باسمه في القرآن إلا زيد. هو يصلي وراء رسول الله الفجر، العشاء، المغرب، ويسمع رسول الله يقرأ: فلما قضى زيد منها وطرا. يمر على مساجد المسلمين يسمعهم يقرؤون: فلما قضى زيد منها وطرا. يجلس مع أبنائه، مع أهله، يقرؤون القرآن، يختمونه، يقولون: فلما قضى زيد منها وطرا. الآن هو رضي الله عنه في قبره ونحن نقرأ: فلما قضى زيد منها وطرا. عوضه الله عن كل هذا. وهذا أين؟ في الدنيا. ويقول عليه الصلاة والسلام: رأيت في الجنة جارية لمساء الشفتين، أي تميلان إلى السواد. قلت: لمن هذه؟ قالوا: لزيد بن حارثة. والله يقول: ولأجر الآخرة خير. ويقول: ولنعم دار المتقين. هذا في الدنيا، فكيف إذا لقي الله تبارك وتعالى؟ فالتجارة مع الله أيها المباركون تجارة رابحة.